السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. بداية أتمنى لكم كل التوفيق في بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون هي محاضرة سريعة تعريفية في مفردات الفصل الدراسي الثاني، حتى يكون عندك علم واطلاع على المفردات اللي راح نغطيها في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله. طبعا هو مثل ما شفناه Manufacturing Processes 2، احنا اذا تذكرون يعني اخذنا بالفصل الدراسي الاول Manufacturing Processes 1، هسه راح ناخذ Manufacturing Processes 2 عمليات التصنيع الثانيه. ايضا هنا راح يكون عندنا اليونتس وحدتين، ومثل ما كان بالفصل الاول هو عباره عن ساعتين بالاسبوع، ومثل ما تعرفون موجود عندكم بالجدول. فيما يخص المفردات اللي راح نتطرق لها واللي راح نغطيها ان شاء الله بهذا الفصل، قبل ما أبدأ بالمفردات، إذا تذكرون إحنا بالفصل الأول أخذنا عمليات التصنيع، أخذنا إذا تذكرون تعريف عمليات التصنيع، بعدين تحولنا لعمليات التصنيع إنه إحنا ده نجيب الرو ماتيريالز أو المواد، خلينا نقول الخام، ونصنع منها الأجزاء. وتطرقنا للمعادن، مثلا على سبيل المثال تعرفنا شلون نسوي الستيل ميكينج، تصنيع الستيل، والعمليات التصنيع اللي تطرقنا لها، او عمليات التشكيل اللي كان الميتال فورمينج، اللي كانت الفورجينج، الرولينج، الاكستروجين، الدراوينج، الشيت ميتال ووركينج. وبنهايه الفصل الدراسي الاول اخذنا شيء سميناه الماشيننج اوبريشنز، عمليات التشغيل. ف ان شاء الله بهذا الفصل راح ناخذ ان ديتيلز بالتفصيل هاي عمليات التشغيل. يعني احنا بعمليات التصنيع نجيب الرو ماتيريالز، الماده الخام، نصنع البارت، الجزء اللي نريد نصنعه، وبعدها نروح وين؟ للماشيننج، لعمليات التشغيل. هذه الماشيننج نجي لعمليات تشغيل فينيشنج للبارت قبل ما يكون نطرحه للسوق ويكون جاهز للاستخدام في التطبيقات في الابلكيشنز. فمن هاي عمليات التشغيل الشيبنج اوبريشنز اللي هي عمليات القشر. بهذا الموضوع بالشيبنج اوبريشن ان شاء الله راح ناخذ الكلاسيفيكيشن اوف شيبرز، يعني انواع عمليات القشط او انواع المقاشط اللي هي مثلا الكرانك، الهيدروليك، وعده انواع راح نتطرق لها بعد ما ناخذ ان شاء الله انترودكشن وبيسكس تعريفها الشيبرز، بعدين نتحول الى انواعها. من بعد الشيبنج اوبريشنز ان شاء الله ناخذ الميلنج اوبريشنز اللي هي عمليات التفريز، اللي هي ايضا عمليات تشغيل المعادن او ازاله جزء من المعادن. فان شاء الله بالمولنج اوبريشنز راح ناخذ انترودكشن، مقدمه بسيطه عنها، البيسك مولنج بروسيسز يعني اساسيات عمل المولنج ماشينز، بعدين التايبس اوف مولنج بروسيسز والمولنج ماشينز، بعدها نتحول للدريلنج اوبريشنز اللي هي تعرف عمليات الثقب. وايضا بهالموضوع هذا راح ناخذ انواع المثاقب، مقدمه بانواع المثاقب، انواع الدريلنج ماشينز ايضا. بعدها ان شاء الله ناخذ الجرايندنج اوبريشنز اللي هي تعرف عمليات التجليغ. عمليات التجليغ يعني ازاله جزء من البارت اللي المصنع عندنا، تعرف الجرايندنج اوبريشنز. فهذه هي راح ناخذ بيه ان شاء الله مقدمه بسيطه، وبعدين نتحول للتايبس اوف جرايندنج ماشينز، انواع العمليات التجليغ، وايضا الجرايندنج تولز، الادوات المستخدمه. بعدها راح نتحول لموضوع يعني شويه نبتعد عن عمليات التشغيل، اللي هو عمليات الويلدنج، اللحام. بالويلدنج راح ناخذ انواع الويلدنج اللي مثلا على سبيل المثال الكتريك ارك ويلدنج، لحام القوس الكهربائي، او لحام المقاومه الكهربائيه، او البلازما ويلدنج، اللحام باستخدام البلازما. بعدها ان شاء الله ناخذ الفيوجن ويلدنج اللي انواع اللي هو الاوكسي استيرين ويلدنج، هاي الانواع اللي راح ناخذها، الالتراسونيك ويلدنج، الديفيوجن ويلدنج، فناخذها ان شاء الله بالتفصيل. وبعدها نتحول للسولدرنج اند برايزنج. البرايزنج اند سولدرنج ميتالز اند الويز، انواع ذا فاكتورز ذات ذا بروسيس ديبيندز اون، العوامل اللي تعتمد عليها عمليات السولدرنج اند البرايزنج، على من تعتمد. وبعدها ان شاء الله ناخذ السوليد ستيت ويلدنج اند اذر تايبس اوف ويلدنج، كل انواع الثانيه البقيه للعمليات اللحام. فهاي منا تقريبا من الويلدنج لحد السوليد ستيت، هاي كلها عمليات اللحام ناخذها بالديتيلز.
كل أنواع اللحام الموجودة. بعدها نتحول إلى موضوع آخر اللي هو يعرف بالسي إن سي ماشين، اللي هو الكمبيوتر نوميريكالي كمبيوتر نوميريكالي كنترول، اللي هي ماكينة تحكم، اللي هو خلينا نقول عمليات تصنيعية أو عمليات تشغيلية أكثر حداثة من اللي أخذناها سابقا، اللي هي هنا إنه نتحكم بالماشينز باستخدام الكمبيوتر بمساعدة الكمبيوتر. فتعرف هاي الماكينات بالسي إن سي ماشينز، راح ناخذ أنواعها، مقدمة عنها، تفاصيلها، البرامج اللي تستخدم في سي إن سي ماشينز، البرامج اللي نقول اللي تستخدم بالحاسب الكمبيوتر. وبعدين إن شاء الله نتحول للنون تراديشنال ماشينينج. النون تراديشنال ماشينينج اللي هي خلينا نقول العمليات التشغيل الغير تقليدية، يعني احنا كل اللي أخذناه هو كان مستخدم سابقا، يعني على سبيل المثال المخرطة والمقشط والمقاشط وغيرها والدريلينج والجرايندينج، كلها هذه عمليات يعني مر عليها مئات السنين تستخدم في عمليات التصنيع والتشغيل. بالسنوات الأخيرة بدأ يعني اكتشاف يعني عمليات تشغيل جديدة نسميها بالنون تراديشنال ماشينينج، العمليات التشغيل الغير تقليدية، اللي هي مثلا على سبيل المثال الالتراسونيك ماشينينج، الكيميكال ماشينينج، الالكترو كيميكال ماشينينج، الالكترو سبارك ماشينينج، الالكترون بيم ماشينينج، الليزر ماشينينج، الالكترون جرايندينج ماشينينج. فهاي العمليات اللي راح نحاول ان شاء الله نغطيها تحت عنوان النون تراديشنال ماشينينج. فهاي المواضيع اللي راح نتطرق لها ان شاء الله بهذا الفصل الدراسي. فاذا اريد نقسمها نقدر نقسمها الى 3 اجزاء. الجزء الاول اللي هو سميناه الماشينينج اوبريشنز، اللي على سبيل المثال الشيبنج، المولينج، الدرلينج، الجرايندينج. وبعدين الجزء الثاني اللي هو عمليات الويلدينج، وبعد الويلدينج راح ناخذ السي ان سي ماشينز، والجزء الاخير هو النون تراديشنال ماشينينج. فهذه المواضيع او المفردات اللي راح نحاول نغطيها في هذا الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. فيما يخص الريفرنسز المصادر، فالمصادر هذه اللي راح اعتمدها في تحضير المحاضرات بالنسبه لكم اللي يحب يرجع لها، اللي هي المانيفاكتشرنج بروسيسز سكند اديشن، كتاب اللي هو يعرف بالمانيفاكتشرنج بروسيسز عمليات تصنيع السكند اديشن. الرفرنس الثاني اللي هو الفاندمنتالز اوف مودرن مانيفاكتشرنج ماتيريالز بروسيسز اند سيستمز الفورث اديشن. الرفرنس الثالث اللي هو البرنسبلز اوف ميتال مانيفاكتشرنج بروسيسز. والرفرنس الرابع اللي هو المانيفاكتشرنج انجينيرنج اند تكنولوجي، الطبعه السادسه 6th edition. طبعا اكو بعض مصادر اخرى، بس انا المصادر اللي اركز عليها واللي اغلب محاضراتي تكون منعتها فهي هاي المصادر الاربعه ان شاء الله. فهذا هاي مثل ما قلت هي محاضره سريعه وتغطيه سريعه للمفردات اللي راح نحاول ناخذها في هذا الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بالتوفيق وفي امان الله.